الماضية. قبل ما نتكلم عن كيف يستعد المعسكران المغلقان سواء الأحمر أو الأبيض، تعالوا نبدأ الكلام عن المباراة دي مع مخضرم من مخضرمي الكرة المصرية، مع نجم كبير جدا من نجوم التدريب المصري، وهو الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الجونة. كابتن طلعت، أهلا بيك، منورنا، أهلا وحشنا، أهلا وكل سنة بيك يا وحضرتك طيب. أنت طيب يا حبيبي وبخير دايما إن شاء الله. منور الدنيا كلها. وهبدأ مع حضرتك الأول، بحب أتكلم معاك في كل القضايا، بداية مباراة الأهلي والزمالك بكرة، شايفها إزاي كابتن طلعت؟ شايفها يعني هو في تناقض في موقف الفرقتين اكيد، يعني الزمالك الى حد كبير منتعش بنتائجه في الفتره الاخيره، الاهلي بيمر بمنعطف قد يكون طبيعي في عالم كره القدم يعني، لكنه منعطف سلبي الى حد ما، لكن ما اعتقدش انه يعني ممكن يستمر كتير لنهايه الموسم. الاهلي قادر على ان هو يعود، لكن عودته دي هتواجه بقدرات كبيره خاصه بفرقه نادي الزمالك ومعنويات مرتفعه، فالموقف صعب جدا، وصعب جدا ان انت تتنبأ بنتيجه المباراه دي اكيد، طبعا ان هي فاينل يعني مفهوم، بتحسم بطوله يعني، لكن المباراه انا شايف انها هتبقى سهله على الزمالك ولا هتبقى طيب موقف الأهلي بحسب توصيف حضرتك يبدو أضعف من الزمالك، لكنها تبقى مباراة صعبة على الفريقين. هبدأ من ناحية الزمالك، ليه موقفه أقوى حاليا كابتن طلعت؟ موقفه اقوى لانه بدايه هو بيشهد، قبل ما اكلمك عن قدراته الفنيه واستقراره الفني، هو بيشهد استقرار اداري في الفتره الاخيره. كم المشاحنات اللي كانت دايما تطلع على السطح جوه الفرقه، الاداره ساعات كانت بيبقى لها دور في الكلام ده، انا شايف انه في الفتره الاخيره اداره نادي الزمالك شويه اتعلمت الدرس بقت بعيدة عن القرار داخل فرقة الكورة وسايب الموضوع لأمير مرتضى. ده جانب. الجانب الثاني انه في استقرار فني، انه بيرى فارض نفسه على الفرقة واقنع الكل بقدراته على انه يتخذ قرارات صحيحة توقيت صحيحة، طلع ولاد صغيرين انتموا للفرقة ونجحوا الى حد كبير. فرقة نادي الزمالك بتشهد طفرة اعتقد ان هي كانت غايبة عنها من بداية الموسم في الفترة الاخيرة، وتحديدا من بعد وجود فييرا. مفهوم. الاهلي على الجانب الاخر، يمكن التعثرات اللي حاصلة في بطولة الدوري هي اللي ممكن تخلي الحظوظ على الورق للزمالك رايحة اكتر بحسب ما بتوصف حضرتك، لكن كيف ترى ان الاهلي يستطيع مواجهة الزمالك غدا في بطولة بنهائي وممكن تؤثر على القادم كابتن طلعت؟ الاهلي اكيد هيدخل الماتش ده وفي ذهنه اداؤه في مباراه بيراميدز تحديدا، وان كان سبقه اداء متميز في مباراه فيوتشر، لكن دايما بيعلق في الذهن الخطوه الاخيره وهي خطوه بيراميدز. ده هيخلي اعتقد المدرب بتاع النادي الاهلي يبقى حريص شويه في البدايات اعتقد، وانه مش هتبقى في مبادرات هجوميه على حساب التامين الخاص بمنطقه نص الملعب ونص ملعبه بشكل عام. بمرور الوقت قد يكون له ادوار هجوميه مؤثره، ده احتمال. هناك سيناريو اخر وهو انه يكون هناك مبادره هجوميه من بدايه المباراه يعني هو بينتهجها عشان يقول انا موجود في نص ملعب نادي الزمالك. السيناريوهات كلها متاحه يعني، ما تقدرش تحدد حاجه، ما تقدرش تحدد اسلوب. صدقني الماتش اللي بيحدد شكله ونتيجته حاله اللعيبه جوه الملعب بكره، حالتهم ايه؟ مفهوم. دخلوا المباراه بانهي معنويات وبأني شخصية وبأني ثقة يعني. مفهوم. دي نقطة مهمة جدا يعني. نعم. 9 نقاط في الدوري هي الفارق بين الفريقين مع تبقي جولتين مؤجلتين لصالح الأهلي، وبالتالي الزمالك هو المتصدر بشكل منفرد حاليا. في مقولة منتشرة من امبارح وهي الفائز بلقاء الغد سيتوج بالدوري بعدها، تتفق أم تختلف كابتن طلعت؟ لا أختلف طبعا. ليه؟ دي حاجة ودي حاجة يعني. أختلف لأنه مش بالضرورة إن أنت تكسب ماتش، نفترض ان الاهلي كسب، نفترض جدلا يعني ان الاهلي كسب، هل ده معناه ان هو قادر على ان هو يعوض فارق النقاط بالرغم من ان هو له مباراتين اعتقد مؤجلتين؟ مظبوط. ده مش معناه ان هو قادر على ان هو يعوض فرق النقاط، خصوصا واحنا بنشهد في الفتره الاخيره تذبذب في المستوى ما بين ارتفاع وانخفاض. ولو فاز الزمالك برضه ده مش معناه ان هو هيقدر يحافظ على هذا الفارق، لانه
ثبات المستوى في الفترة اللي جاية هو اللي هيحسب البطولة. مين الفريق القادر على انه يثبت بمستواه؟ أيوة. حتى لو كان بمستوى عالي نفترض ان هو ب70% بس يثبت. أيوة. على هذا المستوى هو اللي هيبقى قادر على حسم البطولة. خلي بالك وده مش متوفر، مش فكرة ثبات المستوى، الثبات ده موضوع مش متوفر خصوصا في الثلث الاخير من البطولة يعني. مظبوط. طيب على جانب ايضا التأثير لمباراة الغد، هل تؤثر نتيجة مباراة الغد على مواجهة الاهلي مع الجونة، الفريق اللي حضرتك بتتولى مسؤوليته حاليا يوم الاحد المقبل؟ بص انا قلت انه في الحالتين هناك هتبقى في، احنا عندنا، انا هكلمك عن الجونة. أيوة. احنا في المرحلة الجاية بصرف النظر عن ان اللي جاي الاهلي او غيره، في المرحلة الجاية بشكل عام الموضوع بالنسبة لنا يعني معركة شرسة جدا جدا للبقاء. احنا يعني الولاد عندنا بيخوضوها باخلاص وبرغبة وبتصميم، فايا كان الخصم احنا هنخوض المباراة اي 90 دقيقة هنخوضها بهذا الفكر يعني. اما بالنسبة للنادي الاهلي هو هيجي في الحالتين متحفز. يعني لو كسب هيبقى جايب معنويات عالية وعنده الرغبة انه يستمر، ولو خسر هيجي وهو عنده الرغبة في التعويض، فالدوافع عنده في الحالتين هتبقى موجودة. احنا كمان دوافعنا موجودة وجاهزة وهنسعى بقوة يعني، ونتمنى اننا نوفق في المباراة دي يا رب ان شاء الله. كابتن طلعت كالعادة ببسط جدا بسماع رأي حضرتك في مختلف القضايا، وكل التوفيق ليك، وببارك لك طبعا على الانتصار في الجولة الماضية، فكل التوفيق في الفترة المقبلة. نورنا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني القدير لفريق الجونة. مباراة الأهلي مع الزمالك غدا.